كما ذكرنا الاتحاد المصراتي اولى المباريات كانت امام السويحلي، كما ذكرنا ديربي مصرات انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. ثاني مباراه كانت امام بوسليم، الثالثه كانت امام المحله، الرابعه اليوم هنا امام الخمس في الجوله السادسه. احمد فكرون يمر ما يمرش، ترجع لي بالقاسم رجبي يكسب خطا في مباراه الاتحاد المصراتي والخمس على ارضيه ملعب مصراتة. خط امام عريبي، عريبي والعرضيه والكره الراسيه بعيده جدا عن حارس المرمى. الله على الجهه اليمنى يبحث عن المراوغه، يبحث عن التمريره، ما زالت الكره رايعه يا عبد الله، ولكن العرضيه لحارس المرمى. يمشي القليب زاد بسرعه، خطيره الكره، ممكن العرضيه والكره، خطيره الكره، خطيره الكره، ولكن حارس المرمى الشعافي فرصة كانت ممكن تكون بالهدف الأول لفريق الخمس. العرضية من قليب والتسديدة من الغنيمي، ولكن الأولى الكرات الخطيرة، هذا القليب عمر، هذا الغنيمي سدد، ولكن الكرة، لكن الكرة اللي هو أشرف جمعة الذي يدير اللقاء عن العرضية، وهذه الكرة العرضية، ولكن المقصية بعيدة من الغنيمي، بعيدة عن مرمى الشعافي، خارج أرضية الميدان. تمريرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، ممكن التمريرة والعرضية والكرة والتسديدة من الغرباوي، لكن في الشباك الخارجية. تقدم القليب والعرضية بعيدة، بعيدة من القليب، القليب عبد الله، عبد الله الشعافي يبحث عن أحمد فكرون، العرضية من عبد الله، ولكن حارس المرمى، وهذه الكرة الخطيرة، ركلة جزاء، ركلة جزاء في آخر دقائق الشوط الأول. أعلن حكم اللقاء أشرف جمعة المعتز المعروف في نهاية دقائق هذا الشوط الأول. إذا ركلة جزاء لصالح فريق الاتحاد المصراتي، علي الميري كابتن الفريق يتدخل من أمام معتز المعروف، المعروف يكسب تنفيذ ركلة الجزاء في آخر الدقائق، سيكون هدف قاتل. هذه العرضية من عبد الله الشعافي، الكرة بين أيدي حارس المرمى اللافي، سقطت من حارس المرمى، سقط الحارس والمدافع، ذهب المعروف للكرة، تدخل الميري. الغرباوي ينتظر صافرة الحكم، يتقدم الغرباوي، يمشي سعد الغرباوي والكرة، ويضيع، ضيع الغرباوي ويتصدى اللافي، وعجيبة كرة سعد الغرباوي. العريبي، هذه كرة الغرباوي على اليمين، على يسار اللافي، يضيع الكرة، يتصدى اللافي. إذا سعد الغرباوي يضيع ركلة الجزاء في وقت قاتل لفريق الاتحاد المصراتي. ترجع الكرة، معتز المعروف، المعروف حولها لباكاكي وسط الميدان، تلف وتدور، ترجع عن طريق من هناك؟ عيسى الجاني أو سعد الغرباوي، يمشي سعد الغرباوي حتى لباكاكي، هذه خطيرة، هذه خطيرة، ممكن التسديدة، ولكن الدفاع يتدخل. ترجع مرة أخرى، عيسى الجاني، عيسى الجاني، عيسى يضيع، عيسى مازال، عيسى مازال يبحث عن العرضية، يبحث عن الكرة باتجاه الغرباوي، يلف ويدور، يسدد، ما زالت الكرة خطيرة، التسديدة والكرة والجول، جول، يضع الكرة في المرمى، الغرباوي يسدد، المعروف يكمل الكرة في المرمى، أصبح النتيجة 1 للاتحاد المصراتي. ضيع الغرباوي في آخر الدقائق، يأتي المعروف المعتز في آخر دقيقة وآخر رمق وآخر تاني لبو ستة، أبو ستة أقرب أيوب عمارة، ترجع لعمر القليب، يمشي القليب، عمر حولها على الجهة اليسرى، العرضية والكورة الخطيرة، وما زالت والكورة على مرتين، والكورة من الغنيمي خارج أرضية الميدان، رأس في المرة الأولى بالقدم في المرة الأولى من عمر عريبي، ورأسية الغنيمي وضعها خارج أرضية الميدان. يمشي القليب، حولها على أبو ستة، يمشي أبو ستة، العرضية ولكن على مرتين، أولى عمارة والثانية سبيستيان والثالثة باكاكي، شتت الكرة بعيدة، تصل أقرب اتجاه الغرباوي، ترك عبد الله الشعافي مكان لنبيل الخضري، كرة في وسط الميدان، ينطلق باسكال، يمشي باسكال، خطيرة الكرة، التسديدة والتمريرة بدون عنوان وبدون متابعة، مرت عن الجميع، ترجع لي عمر عريبي، عمر عريبي والكرة، الكرة والهجوم من باكاكي، لكن طالت الكرة، طالت الكرة على الكونغولي، زاد في السرعة، ال 14 ال 24 العرسية، عريبي ينطلق، عريبي يمشي، الرأسية ولكن سهلة لحارس المرمى عمر الشعافي. هذه العرضية من العرضية من عمر عريبي. أمامنا حكم اللقاء أشرف جمعة، ثاني لقاء لي بعد لقاء النصر والتحدي، اليوم يدير لقاء الاتحاد المصراتي والخمس هنا على أرضية ملعب مصراتة.
إذن بطاقة صفراء في وجه الحارس محمد اللافي يخرجها حكم اللقاء أشرف جمعة. يشير أشرف جمعة في هذه اللحظات، يبدو أن البطاقة الحمراء في وجه الحارس محمد اللافي. إذن بطاقة حمراء كما شار حكم اللقاء أشرف جمعة. حمراء في آخر الدقائق يخرجها حكم اللقاء أشرف جمعة. الميدان ما زلنا في آخر دقائق وتواني هذا الشوط الثاني. طويلة الكرة بديجا باسكال، أقرب من هناك ترجع لعمار الفرجاوي. الفرجاوي حول الكرة لبوس ستة، ولكن التغطية من نبيل الخضري. حقيقة الاتحاد المصراتي في أكثر من فرصة في هذه اللحظات. يعلن حكم اللقاء أشرف جمعة عن نهاية مجريات هذا اللقاء الذي جمع الخمس والاتحاد المصراتي هنا على أرضية ملعب مصراتة في إطار الجولة السادسة، وتفوق الاتحاد المصراتي بهدف معتزل معروف.